ولادنا ولاو كيفضلوا انهم ياكلوهم الحوت وما يبقاوش في هذه البلاد هذه تصداو. حشومه وعيب. كنا كنتمناو من السي اخ النوش انه غادي يعطينا واحد البديل وواحد الجديد بالنسبه للمغاربه. ساعه في الحقيقه ما شفنا منه حتى شي رباح وحتى شي خير. السي اخ النوش راه خصكم ديروا حل لهذا الشعب، وبخصوص الشعب الفقير، الشعب اللي ما قادش يشري المواد الغذائيه، الشعب اللي تقهر، الشعب اللي ما خدامش. راه واخا بلادنا وكنموتوا على بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا، ولكن ولا بدا ما تلقاو الحل ديال هاد الناس. اش غادي نقول لكم؟ المغرب غادي بخطر، المغرب والشباب ديالو غادي بخطر. هاد غلاء المعيشه خلى ما بقى والو، واحد البركان، واحد الغليان الشباب والعائلات المغربيات، بحيث ان المحتاجين كثروا، الفقراء كثروا في هذه البلاد، والناس في حاجه، سواء التغطيه الصحيه، سواء التعليم، في المستوى المعيشه ولات غاليه، المغربي ولات مضروبه فيه تل العظم. حشومه وعيب. كنا كنتمناو من السي اخ النوش انه غادي يعطينا واحد البديل وواحد الجديد بالنسبه للمغاربه. ساعه في الحقيقه ما شفنا منه حتى شي رباح وحتى شي خير، لانه كنا كنعتقدوا بلي انه كرش شبعانه احسن من كرش جيعانه، وغادي يشجع الشباب وغادي يعاون الفقراء وغادي يعاون المحتاجين، وغتكون واحد يعني واحد المنحه شهريه لهاد الناس اللي ما بقاوش قادرين على المعيشه، ما بقاوش قادرين يوصلوا للحم للدجاج، ما بقاو قادرين يوصلوا للبيض للدانون للحليب. هادشي راه يعني كيبكي بالدموع. هادشي اللي واصل ليه هاد المغرب. والمغرب رغم اننا كنبغيو المغرب وكنبغيو الملك ديالنا وكنبغيو هاد البلاد ونموتوا على هاد البلاد، ولكن من كنشوفوا الناس ضايعه في الحقيقه، الناس كلشي كيتشكى، كلشي كيبكي، كلشي ما كيهضر غير على الغلاء ديال هاد المعيشه، الغلاء ديال الاسعار، الغلاء ديال المحروقات. راه هادشي ولا كي خطر، وكنخافوا على البلاد ديالنا، وكنخافوا من التظاهرات، الوقفات الاحتجاجيه، وكنخافوا من يعني تقريبا الحريه ديال التعبير بعض الاحيان، لانه كتجاوز بعض الناس ديال السلطات ما بقاوش كيخليو عباد الله انه تكلم تهضر. راه المغرب في خطر. السي اخ النوش راه خصكم ديروا حل لهذا الشعب، وبخصوص الشعب الفقير، الشعب اللي ما قادش يشري المواد الغذائيه، الشعب اللي تقهر، الشعب اللي ما خدامش، كلشي تقهر، كاع المعيشه غلات، كاع الاسعار غلات. اش هاد الشيء هذا؟ راه هاد الشيء ماشي معقول، وهاد الشيء ماشي يعني ماشي في صالح لهذا الشعب هذا، وماشي في صالح المغرب. خص لابد من هذاك نلقاو واحد الحل لهاد الناس، هاد الفقراء وهاد المحتاجين. ما كاين لا مساعدات ماديه، ما كاين حتى شي حاجه. كيفاش غادي يعيش الدروش مسكين؟ ما بقاش لاقي ما ياكل، ما بقاش لاقي ما يشري. راه عيب وعار، راه عيب وعار. فين وصلنا؟ دائما الاحتجاجات، دائما الناس كتهضر، دائما الناس باغا تدير الفوضى. راه دائما خصكم تلقاو لهم حل. راه ماشي كتجتمعوا في البرلمان، في الحقيقه ما كتهضروش على الشعب. الشعب انتخب عليكم، الله ياخذ الحق في الناس اللي انتخبت على هذه الحكومه، لانه ما دارش المطالب ديال الشعب. الشعب كان كيتمنى بالمطالب ديالو غتحقق، وغادي تزيان المعيشه، وغادي يلقى الفقير ما ياكل وما يشرب، وغادي يلقى الاثمنه في المناسبه ليه. فالحقيقه هذا الحزب هذا ولا هذه الحكومه هذه، ما بغيت نقول لها حزب لا حتى شي حاجه، هذه الحكومه هذه خصها تلقى شي حل لهاد الناس هذا. واسي اخ النوش، الشباب راه ولا كيحرق بزاف، ولادنا ولاو كيفضلوا انهم ياكلوهم الحوت وما يبقاوش في هاد البلاد هادي تصداو، ما لقاو لا خدمه لا حتى شي حاجه، المعيشه غاليه، وباغيين يهربوا، كلشي باغي يهاجر هاد البلاد هادي. وفي الاخير كل خطره كنسمعوا باللي ولادنا وخوتنا الشباب كيموت، كيمشي حرق وكيموت، وراه الفلايك كيحرقوا الفلايك كي الشباب كاملين كيموتوا، كيحرقوا لهم الفلايك. كاين دابا بعض هذوك المهربين ديال البشر كيركبوهم في الفلايك وكيحرقوا لهم الفلايك وما كيوصلوهمش وكيموتوا في البحر. الحوت كياكل الشباب المغربي، الحوت كياكل العاطلين المغاربه. راه عيب وعار.
لقاو شي حل لهاد الشباب هذا، وحتى العائلات شحال من العائلات شردات وشحال من عائلات طلقوا وخلوا الاطفال ديالهم بسبب المعيشه اللي ولات غاليه. راه عيب وعار، راه حشومه هاد الشيء اللي وقعنا فيه واللي واقع فيه البلاد. راه وخا بلادنا وكنموتوا على بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا، ولكن ولا بدا ما تلقاو الحل ديال هاد الناس. كلشي كيعاني، كلشي كيعاني وما لقيتيش لهم الحل. حشومه عليك، حشومه. فين هي 1000 درهم و2000 درهم اللي غادي قلتي غادي تعطيها للشباب وغتعطيها للناس المحتاجين؟ فين هي هاد المساعدات الاجتماعيه؟ فين هما الباب اللي كنتو كتعطيو؟ فين هما الناس عاوتاني ديال الجبال؟ عاوتاني كاين البرد دابا. فين هي الاغطيه والمساعدات؟ فين هي؟ باقا ما وصلاتهم. كلشي كيتشكى، كلشي كيغوت. كيبان ليا بلي شي بركان غادي غينفجر في هاد البلاد هادي، وما كنبغيوهاش لبلادنا حيت كنبغيو هاد البلاد هادي.